هاي الوضع جوا المخيم على حدود اليونان. كل واحد وخيمته طبعا، عاملين تخييم. ما شاء الله في كثير ناس. هلا طبعا هذا الطابور بوقف تقريبا، بدنا نحكي اذا بدنا نحكي بالاشخاص تقريبا بالدور على 2000 3000. هاي شو لبكره ما بوصل الطابور يا زلمه؟ صح، هاي الشاب عم بياكد انه لبكره ما بنوصل. خلي ربع ساعه بمشي ما خلص الطابور. فالموضوع انه في تقريبا 3000 شخص او اكثر لحتى يستلموا وجبه رز، يمكن خبز وعصير. الكواليتي تبعه لو كتير تمام. فالوضع تقريبا تبع الاكل هون سيء. اذا ما بتنزلوا على الضيعة مثلا او على القرية اللي هون، تنزلوا تشتروا اغراض الكون، بتقضوا يومكم كله هون على الدور. هاي الناس واقفة، الدور ما عم يتحرك، الوضع صعب. بدنا الدعاء يعني، وان شاء الله يعني حتنحل قريبا ان شاء الله. سوريين اللي تحت ملاقي سوريين، سوريين اعلان، سوريين اعلان، بس يلا مو مشكله. هو الحق اللجوء لنا يا زلمه، يطلع كله 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 له حق، كله له حق، كله له حق، لانه كمان الجواز الافغاني ثالث اضعف جواز بالعالم، متخيل؟ هاي الدور هون ها بلشنا ننتهي منه، تقريبا واصل لحدود اليونان. الله يعيننا يا رب. لا لا ما في، هاي الدنيا مطر، الله يبعثه خير بس شوي شو مشان الغبره ولا امين يا رب. هيك مشان مطر هيك انا حبيت هيك اعملكم هيك مثل ما بقولوا اطلاع على الوضع هون، شوفوا كيف الوضع. طبعا الغابات كلها مليانه هون على اليمين، حورجيكم حلف هلا شوي هيك ادخل يمين. كل المنطقة هاي اللي مريت فيها كنت عم بمشي فيها، على الجهة اليمين كانت مليانة ناس بالغابات موجودين. شوفوا خيم كلها جنب بعض، وهون خيم جنب بعض. ها هاي ها ورجيكم الغابة كيف وضعها. طبعا الغابة كمان ممتدة لتحت، كمان فيها ناس كلياتها. هاي الخيم هون على اليسار هيك ممتد لهنيك يسار كلياته، كمان هذا يمين عفوا. في من هديك الجهة هيك على اليسار، على الجهة السايد اللي بعده، السايد اللي قبالنا كمان في عائلات وخيم. فالوضع هيك، اطلعوا يا جماعة شوفوا ما احلى الجو، مغامرة ادفنشر. يلا الله يرضى عليكم يا جماعة، دولنا بس ان شاء الله بيمشونا، ان شاء الله بتنحل امورنا.